للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر لدبابش. ياسر، لماذا لوح اتحاد الشغل التونسي بالإضراب العام لمدة 3 أيام في منتصف هذا الشهر؟ نعم بالفعل، يعني وفقا لمصادر نقابية يعني ذكرت لقناة الغد منذ قليل بأن هذا الإضراب بثلاثة أيام إضراب عام سيكون في الشركة التونسية لطرقات السيارة، شركة النقل على الطرقات السريعة. هذا يعني التهديد، دعنا نقول، بالإضراب في هذا الذرع النقابي وهذه الشركة يأتي بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية التونسية قيادي نقابي على خلفية الإضراب في شركة تونس لطرقات السيارة قبيل أيام. طبعا قبل ذلك الإيقاف الذي نفذته الأجهزة الأمنية التونسية، الرئيس قيس سعيد كان قد اجتمع بقيادات أمنية عليا في ثكنة العوينة بالعاصمة ليلة أمس، وقال بأن الدستور بالفعل يضمن حرية العمل النقابي، لكن يبدو بأن هناك مآرب سياسية وفق تعبيره. ماذا قصد في ذلك ياسر حسب تم الإعلان عن متابعين؟ نعم، يعني هناك الآن دعنا نقول حالة من الغضب من قبل اتحاد الشغل التونسي، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، ومنذ قليل كان هناك أيضا يعني تدوينة نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي لأحد قيادات اتحاد الشغل، قال فيها بأن الاتحاد دعا إلى الحوار، بينما السلطة أعلنت الحرب على الاتحاد وفق تعبيره ووفق كتابته. طبعا ممكن هذا يعني التصرف من قبل السلطة وفقا لما يقول عدد من القيادات النقابية ممكن أن يؤدي إلى تعميق الأزمة بين اتحاد الشغل من جهة والسلطة التونسية من جهة أخرى. ياسر، إن الاتحاد يطرح مبادرة بعيدا عن اتحاد الشغل، ردود فعل القوى السياسية على ما يجري الآن في تونس وهذا المأزق السياسي، وخصوصا بعد نتائج الانتخابات في الجولة الثانية الأخيرة. يعني كانت هناك انتقادات لاذعة من المعارضة، لا سيما من ما تسمى جبهة الخلاص الوطني التي تضم ما لا يقل عن 7 أذرع سياسية، أبرزها حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، واعتبروا ما جرى بأنه مسرحية وبأن المقاطعة جاءت من قبل التونسيين استجابة لنداء المعارضة حول يعني مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. المعارضة أيضا استغلت الظرف لربما لتشن هجوم لاذعا ضد القيادة التونسية ممثلة بالرئيس قيس سعيد، والإجراءات والتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في شهر يوليو عام 2021. الرئيس قيس سعيد أيضا رد على هذه الانتقادات وقال بأنه يجب أن تقرأ الأرقام بلغة أخرى، في إشارة إلى أن التونسيين معظمهم قد ملوا من مجلس نواب الشعب والدور الذي كان يلعبه، خصوصا بعد حكم حركة النهضة على مدار 10 سنوات السابقة. أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد ياسر دبابش، كنت معنا من تونس.